السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لكم متابعينا الكرام المتواجدين في القناة تاعكم صناعتك الجزائري. كما شاهدتوا في عنوان الفيديو راح نطرقوا فيديو بسيط وجميل جدا لجهاز البوكس. هذا جهاز البوكس من شركة الفونتاب. هذا الجهاز خرج في 2023، بوكس جديد ويدعم الكاتكا كما راكم تشوفوا هنا. ميزة جميل جدا. اللي ما يعرفش البوكس، البوكس هو اللي يخلي التلفاز الخاص بك تلفاز من تلفاز عادي الى جهاز تلفاز ذكي، بحيث كي تشعل هذا الجهاز على جهاز التلفاز راح يصبح ذكي، بحيث راح تنزل عليه العديد والعديد من التطبيقات. راح تلقى فيه متجر بلاي ستور مفتوح، ايضا راح تلقى العديد والعديد من التطبيقات، جودة اليوتيوب 4K كما راكم تشوفوا هنا. جهاز يدعم البروسيسور اش 618 الوينر، اندرويد 12، ميموار 64 جيجا، والرام 4 جيجا في الرام كما راكم تشوفوا هنا. هذا البوكس، بوكس روعه ياسر. راح نطرقوا المميزات الخاصه به مع السعر الخاص به. حاليا نوفر لكم البوكس بكميه قليله، حوالي متوفر حاليا 8 قطع او 6 قطع. لكن قبل البدايه لا تبقى معنا فقط بلايك والانضمام على صفحتنا في الفيسبوك سناتك. اي شخص يريد الاستفسار ما عليك التواصل معنا في الفيسبوك او الانستغرام او الواتساب، راح تلقاو كل شيء اسفل الفيديو في الوصف. كما قلنا هذا هو البوكس فونتار من شركه الفونتار، خرج جديد من 2023، بوكس روعه ياسر. تقريبا نفس الكاركترستيك الخاصه بالاش 60 كما راكم تشوفوا هنا. هذا هو البوكس. من ناحيه الوزن خفيف، هنا يعني في الشير اللي راح نلقاوها في الجهاز. من الخلف راح نلقاو بعض الكاركترستيك الخاصة بالبوكس الفونتار، الموديل، الاندرويد، والميمور، والرام كما راكم تشوفوا هنا. في الجوانب راح نلقاو منفذ الافي، منفذ الار جي 45 اللي تقدر تستعمل كابل الانترنت مباشرة بدون استعمال الويفي. اكيد راح نلقاو ويفي داخلي في الجهاز. هنا راح نلقاو منفذ الـ HDMI وهنا منفذ الباور اللي تقدر تشغل به الجهاز. هنا راح نلقاو دو USB 2.0 جوج منافذ، وراح نلقاو هنايا منفذ خاص بالكارت ميموار كما راكم تشوفوا هنا، تقدر تزيد المساحة التخزينية للجهاز. هذا هو الجهاز، جهاز روعة ياسر. هنايا الشعار خاص بشركة الفونتار. الان خوتي نروحوا الى مضمون العلبه كما راكم تشوفوا هنا. متواجد الشاحن الخاص به كما راكم تشوفوا هنا، 5 فولت 2 امبير. هنايا راح يجي اكيد كابل اتش دي ام اي، وهنايا لوحه التحكم ريموت كنترول او عايسر، نفس الريموت كنترول الخاصه بالاش 96 ماكس كما راكم تشوفوا هنا، بدون عده ازرار. راح تلقى ازرار مهمه فقط كما راكم تشوفوا هنا. هنا الكتيب الخاص بالجهاز. من ناحيه المواصفات والكاركترستيك الخاصه بالجهاز، راح نلقاو كما قلنا الميموار 64 جيجا، الرام 4 جيجا في الرام، اكيد يحتوي على واي فاي 5 جي، بلوتوث 4.0، منافذ يو اس بي 2.0، ايضا يدعم جوده الصوره 4K في اليوتيوب، راح تشغلها بدون اي صعوبات كما راكم تشوفوا هنا. هذا هو الجهاز، جهاز روعة ياسر. كما قلنا راح تلقاو أيضا بعض التطبيقات مثبتة مثل نتفليكس، اليوتيوب، والعديد بريميوم فيديو، والعديد من التطبيقات. راح نشعلوا أمامكم الجهاز وراح نعطي لكم الواجهة الخاصة به. من ناحية السعر راح نخليوه مع نهاية الفيديو، تابعوا معنا فقط. بون خاوتي كما راكم تشوفوا هنا راح شغلنا الجهاز، وصلنا الواي فاي كما راكم تشوفوا هنا. هذا هو الجهاز يشتغل بهذا الشكل. هنا لافيشار الخاص به، حنا نستعملو حاليا الويفي الخاص به. راح نلقاو هذا الواجهة الخاصة به، تقدر تعمل إضافة، تضغط هنا تخرج مثال جوجل كروم، هنا نخرجو مثال البلاي ستور، وهي رايحة مثلا هنا نتفليكس مثلا. هنايا خرجوا هناك متوفر العديد والعديد من التطبيقات كما راكم تشوفوا هنا. راح تلقاو التيك توك، اليوتيوب، نخرجوا بعض التطبيقات. على كل حال نروحوا الى البارامتر الخاصه به كما راكم تشوفوا هنا. لوحه تحكم سريعه الاستجابه روعه ياسر. العيب الوحيد فقط انه لا تدعم البلوتوث ريموت كنترول،
كيما الشاومي، هنا البلوتوث، هنا تقدر تعمل إضافة للأكاونت الجيميل، تقدر تنزل به التطبيقات من متجر بلاي ستور. هنا تطبيقات، هنا ديفايس ندخلوا عليها، اباوت، كي ندخلوا الاباوت يعطينا الكاركترستيك الخاصه بالجهاز كما راكم تشوفوا هنا، ديفايس نيم فونتار اس 618، هنا الموديل، الفيرسي اندرويد 12 كما راكم تشوفوا هنا. راح نلقاو العديد والعديد من المواصفات. هنا لي لونغ اكيد العربيه متوفره، ديسبلاي، ستوكاج، هنا ستوكاج كما قلنا 64 جيجا في الميموار. هنايا جوجل اسيستون والعديد والعديد من المواصفات. راح نلقاو ايضا تقدر تعمل بارتاج من الهاتف الى جهاز البوكس. هنايا سيستم ابديت، هنا اخر تحديثات كما راكم تشوفوا هنا. هنايا هنايا تدخل الويفي، هنايا قمنا بادخال الويفي. هنايا تقدر تعمل عن طريق الكود بار، تعمل سكرين شوت وتخرج الويفي او الكود الخاص بالويفي المستعمل. لكل حال هذا هو البوكس. هنايا مدير الملفات، هنايا راح تلقى جميع التطبيقات متوفره على البوكس كما راكم تشوفوا هنا. العديد والعديد من التطبيقات تلقاها منزله. الافضل انه راح تلقى هذا المتجر، وهنايا متجر ابي كابي، هذا متجرين روعه ياسر اللي تنزل بها التطبيقات. اكيد راح تلقى متجر البلاي ستور، بريميوم فيديو، ديزني، والعديد والعديد. راح نعطيكم انا جوده اليوتيوب، تابعوا معنا الان. الان خاوتي كيما راكم تشوفوا هنا جوده اليوتيوب روعه ياسر كيما راكم تشوفوا هنا. تابعوا او حاليا نستعمل اليوتيوب لكن بجوده اقل من الجوده الاصليه كيما راكم تشوفوا هنا. روعه ياسر جوده اليوتيوب، تابعوها، تابعوا جودة اليوتيوب المستعملة فوق الميل كاتربان كما راكم تشوفون. تقدر تستعمل أكثر من 1440، لكن اليوتيوب الخاص بي أو الإنترنت الخاصة به ضعيفة ياسر كما راكم تشوفون. راح نلقى بعض التقطعات. تقدر تستعمل الجودة الأخيرة، هاي تقدر تستعملها، لكن حسب الإنترنت، الإنترنت عندي شوية ضعيف. بكل حال روعة ياسر الكاليتي ديماج الخاص بالجهاز، رغم التلفاز، تلفاز من نوع كوندور العادي. تابعوا تشاهدوا معنا الآن جودة خارجية لتطبيق اليوتيوب، سريع الاستجابة. من ناحية السعر تابعوا معنا ناحية السعر وكل شيء. من ناحية السعر هذا الجهاز سنوفره لكم بسعر 990,000 زائد هدية مهداة لنا من طرفنا، زائد أيضا التوصيل مجاني ل 58 ولاية. ما عليك فقط التواصل معنا في صفحتنا في الفيسبوك سوناتيك أو الإنستغرام أو الواتساب، راح تلقوا كل شيء أسفل الفيديو في الوصف. جهاز يستحق الشراء. راح نقدم لكم معه كما قلنا هدية مهدات مدة 6 أشهر. لا أريد ذكر الهدية لأنه في احتمالية حجب الفيديو من طرف اليوتيوب. على كل حال ما عليك إلا التواصل معنا فقط في الفيسبوك للاستفسار حول الهدية، وأيضا التوصيل مجاني، والسعر الإجمالي 990. في جهاز يستحق الشراء. على فكرة لم اذكر فقط هنا في الريموت كنترول راح تلقاو زر الخاص بالفاره، هنا تقدر تفعل الماوس الخاصه بالجهاز الفونتار. هذه الريموت، هذا هو تنويه صغير فقط. على كل حال وصلنا لنهايه هذا الفيديو، للقاء في جديد الفيديو.